يقول هناك من المشايخ من يقول إنها المكة ميقاتهم ذو الحليفة. ما هنا مشايخ يقولون كذا أبدا، هذول جهال، اللي يقول كذا جاهل، ما هم من المشايخ. أهل مكة إن كانوا يريدون الحج ميقاتهم مكة، يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، وإن كانوا يريدون عمرة ميقاتهم الحل، تنعيم أو الجعرانة أو خارج الأميال، هذا ميقات العمرة بالنسبة لها المكة. أما الحج يحرمون من منازلهم.